بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لازال كلامنا حول الحديث الاول من باب في شان ان انزلناه في ليله القدر وتفسيرها من كتاب الكافي الشريف في هذا الحديث الياس النبي عليه السلام وهو كما ذكرنا لا زال حيا باراده من الله سبحانه وتعالى التقى في المسجد الحرام بالامام الباقر عليه الصلاه والسلام بحضور الامام الصادق وبدايه الكلام كان حول علم الائمه عليهم الصلاه والسلام وقد ذكر الامام الباقر ان علم الائمه لا اختلاف فيه لانهم معصومون ولانهم تلقوا العلم عن جدهم رسول الله صلى الله عليه واله وعن طريق تحديث الملك لهم فهم محدثون كما انهم تلقوا علومهم من جدهم رسول الله ولعصمتهم لا يخطئون فلذلك علومهم لا اختلاف فيها لأن الاختلاف إنما يكون بسبب الجهل أو الخطأ. اختلاف الفكر والاستنباط لدى الخبراء يولد اختلاف الآراء. أو جهل بعضهم ببعض المسائل يكون سببًا لاختلاف آرائهم مع الذين يعلمون تلك المسألة. لكن المعصوم عصمه الله سبحانه وتعالى فلا يخطئ وايضا علمهم الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسول او عن طريق تحديث الملك فلذا لا جهل لكي يختلف علمهم بعد ذلك ياتي الى سؤال مهم أنه لماذا كتموا بعض علومهم؟ الجواب على ذلك أن كتمان بعض العلوم قد يكون لأجل التقية، والتقية شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وكذلك قال سبحانه وتعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وقال: (إلا أن تتقوا منهم تقات) فإذا أحيانا الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يضطرون بأن لا يجاهروا ببعض علومهم خوفا من سلاطين الوقت لكن في زمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ترتفع التقية فلذا الإمام المهدي يبين جميع الأحكام الواقعية من غير خشية من أحد من السلاطين هذا من جهة من جهة أخرى أن هناك علوم لا تتحملها الأسماع، لا يتحملها الناس. والأئمة كالأنبياء أمروا أن يكلموا الناس على قدر عقولهم. علوم الشريعة الحلال والحرام تستوعبها العقول. فلذا بينوا الأحكام الواقعية في غير حالة التقية لجميع الناس، وفي حالة التقية بينوها لخواص أصحابهم، فوصلت إلينا، لكن هناك علوم أخرى، هذه العلوم لا ترتبط بالجانب التشريعي، يعني لا ترتبط بالحلال والحرام، هذه العلوم قد لا يتحملها بعض الناس. والحكيم هو الذي يتكلم بمقتضى الحال فإذا لا يتحملها الناس ليس من الحكمة بيانها لهم أو بيانها لمن لا يتحمل فلذا وردت في أحاديث مستفيضة إن حديثنا صعب مستصعب لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه بالايمان هذا قسم من احاديثهم وقسم اخر من احاديثهم من علومهم اعلى من ان يتحملها حتى الملائكه وحتى المؤمنين فلذا في بعض الاحاديث لا يتحملها ملك مقرب الى اخره لانه العلوم اقسام، قسم يتحملها الناس، وقسم لا يتحملها الا الخواص من الناس، وقسم منها لا يتحملها حتى الخواص، فليس من الحكمه بيانها لاولئك. فعلى كل حال الائمه عليهم الصلاه والسلام في فتره التقيه لم يبينوا لعامه الناس بعض العلوم. لكن في زمان الإمام المهدي التقية ترفع فالإمام يبين. أيضا بعض العلوم لا يتحملها عامة الناس بينوها للخواص. لكن في زمان الإمام المهدي حسب ما يظهر من بعض الأحاديث أن مستوى وعي الناس يرتفع. وضع الله يده على رؤوسهم فحينما الله سبحانه وتعالى يضع يده يعني بقدرته الكامله يرفع عقول الناس هذا قسم منا قد يكون غيبيا وقسم منا قد يكون طبيعيا لانه اذا النظام عادل والتعليم متوفر والظروف مناسبه والاعمال صحيحه مستوى الثقافه والوعي يرتفع لذا الان نحن نشاهد ان بعض البلدان المتقدمة مستوى الوعي فيها ارفع من بعض البلدان المتخلفة. لماذا؟ ليس هناك جانب غيبي، لكن في بعض البلدان المتقدمة لانه النظام السياسي مستقر، التعليم متوفر، حرية العلم موجود، وما الى ذلك الناس يتعلمون والانسان بطبعه له قابليه التعلم فاذا تعلم مستوى الثقافي ومستوى وعيه يرتفع لكن اذا الانسان لم يتعلم الاجواء اجواء دكتاتوريه في هذه الاجواء مستوى ينخفض هذا امر طبيعي في زمان الامام المهدي العادل حاكم على جميع الكرة الارضية كما قال رسول الله صلى الله عليه واله يملاها عدلا وقسطا بعد ان ملئت ظلما وجورا، وفي بعض الاحاديث كما ملئت ظلما وجورا، فحينئذ النظام عادل، التعليم متوفر، فالمستوى يرتفع. وحيث يعملون بتعاليم تعاليم الله سبحانه وتعالى ايضا يزدادون علما وقل رب زدني علما. فاذا في فتره هناك نوع من الكتمان وفي فتره ظهور. وهذا الامر كان ايضا بالنسبه الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله. نحن نعتقد ان محمدا صلى الله عليه واله كان نبيا من يوم أن خلقه الله سبحانه وتعالى قبل هذا العالم قبل هذه الدنيا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين فولد وهو نبي وإنما بعث للرسالة وعمره أربعون عاما حينما بلغ الأربعين ليس في ذلك الوقت صار نبيا لا صار رسولا وقد ذكرنا فيما مضى الفرق بين الرسول والنبي النبي هو الذي يوحي اليه الله سبحانه وتعالى وقد جعله وقد اختاره لهذا المنصب الرسول هو الذي يبلغ ارسله الله سبحانه وتعالى ليبلغ الاحكام للناس فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول مثلا الأنبياء أولو العازم هؤلاء أنبياء ورسل لكن مثل مثلا يحيى عليه السلام كان نبيا لكن لم يكن رسولا أما عيسى كان نبيا وكان رسولا فعلى كل حال فمحمد صلى الله عليه وآله قبل أن يولد الله سبحانه وتعالى خلقه نبيا حينما ولد كان نبيا فلما بلغ الأربعين الله سبحانه وتعالى أمره بالتبليغ، لكن كيف بلغ؟ قبل الأربعين سنة هو في نفسه نبي، ويظهر من الأدلة أنه لم يكن تابعا لنبي من الأنبياء، لأن محمدا صلى الله عليه وآله هو أفضل الأنبياء. ولا يصح تبعيه الافضل لغير الافضل. وانما الله سبحانه وتعالى اوحى اليه نفس الشريعه التي اوحاها الى ابراهيم. فمحمد صلى الله عليه واله كانت شريعته بالنسبه الى نفسه قبل رسالته كانت هي نفس شريعه ابراهيم، لا بمعنى انه كان تابعا لابراهيم، كلا. بل بمعنى ان الله سبحانه وتعالى كما اوحى الى ابراهيم تلك الشريعه كذلك تلك الشريعه اوحاها على نبيه محمد صلى الله عليه واله لنفسه فكان يعمل بتلك الشريعه لنفسه. هاي المرحله الاولى، مكان ما كان مامور بالتبليغ لذا الرسول صلى الله عليه واله في هذه الفتره، كان ساكتا يكتم هذا الشيء. الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه لأن الله أمره أن لا يبلغه فلما بلغ أربعين عاما الله سبحانه وتعالى بعثه للرسالة أيضا مراحل المرحلة الأولى لأهله الخاصين فأسلم أمير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام يعني اظهر اسلامه والا امير المؤمنين ايضا كان اماما قبل ان يولد وولد اماما لكن صدق برسول الله صلى الله عليه واله حينما بعثه الله سبحانه وتعالى وايضا امنت خديجه هاي المرحله الاولى ثم بعد ثلاث سنوات نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين الدائرة شوية توسعت ففي القضية المعروفة المروية التي روتها الخاصة والعامة رسول الله صلى الله عليه وآله دعا أقرباءه وكانوا أربعين رجلا ودعاهم إلى دعاهم إلى مأدبة وبعد ذلك دعاهم إلى الإسلام الحديث المعروف هذه المرحلة الثانية من بعد الرسالة بعد فترة الله سبحانه وتعالى أمره أن يوسع الدائرة لتنذر أم القرى ومن حولها وبعد ذلك وسع الدائرة ليكون للعالمين نذيرا. زين هذه مراحل مر بها رسول الله صلى الله عليه واله بامر من الله. قبل البعثة كان نبيا يعمل بالشريعة التي اوحاها الله سبحانه وتعالى عليه اللي هي متطابقة مع شريعة ابراهيم لكن كان يكتم ذلك بامر من الله. بعد ذلك بعثه الله سبحانه وتعالى للرساله ايضا في مراحل لأهله لعشيرته لمكه وما حولها للعالمين اجمع. زين هذه المراحل التي مر بها الرسول كان يقتضي الكتمان في كل مرحله سابقه بالنسبه الى المرحله اللاحقه. وقد ذكرنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه واله للرسالة في 27 من شهر رجب حسب ما ورد في بعض الأحاديث. في تلك السنة في شهر رمضان في ليلة القدر أنزل القرآن كله على محمد صلى الله عليه واله. لكن الرسول كان مأمور بأن لا يتلو القران على احد الا الايات التي ياذن الله سبحانه وتعالى بتلاوتها فنزلت مره ثانيه بالتدريج خلال 23 سنه فالرسول صلى الله عليه واله وهو في غار حراء او في مكه ونزل عليه القران كله دفعه واحده في ليله القدر من السنه الاولى من البعثه الرسول صلى الله عليه واله كان يعلم بالايات التي نزلت بعد ذلك مره اخرى في المدينه، التي تامر بالجهاد، تامر بالصلاه، تامر بالصوم، تامر بالزكاه، لكن كان مامور بان يكتم ذا بان يكتم ذلك، وفي سوره القيامه: "لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه، فاذا قراناه فاتبع قرانه" ثم إن علينا بيانه زين فالإمام الباقر نرجع إلى الحديث الأول من باب في شأن إن أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها الإمام الباقر يذكر إلى, إلى يذكر لإلياس النبي عليه السلام يذكر أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام يكتمون في مرحلة بإذن وأمر من الله سبحانه وتعالى وفي مرحلة أخرى اللي هي مرحله الظهور بعد ظهور الامام المهدي يبينون كل شيء كما ان رسول الله صلى الله عليه واله في بعض المراحل بامر من الله كتم بعض الامور فلما حان وقتها حسب تدريجيه الاحكام الله سبحانه وتعالى اذن له بان يذكرها فهنا يقول أخبرني الياس يسأل الإمام الباقر عن هذا العلم ما له لا يظهر كما كان يظهر مع رسول الله صلى الله عليه واله. قال: فضحك أبي عليه السلام الإمام الباقر تبسم من ذلك وقال: أبى الله عز وجل أن يطلع على علمه إلا ممتحنًا للإيمان به الذي امتحنه الله سبحانه وتعالى للإيمان بذلك العلم، الامتحان شنو معناه؟ الامتحان معناه وضع الذهب في بوتقة النار حتى يتبين المغشوش من غير المغشوش، لأنه أحياناً يخلطون بعض أنواع الحديد والفلزات مع الذهب فيكون مغشوشاً، فكيف يعلم الصائغ أن هذا مغشوش وغير مغشوش؟ هسه في علم الفيزياء يذكرون أن الحرارة التي تذوب فيها الفلزات هذه الحرارة تختلف فلذلك عندما تصل إلى درجة حرارة معينة النحاس يذوب لكن الذهب لا يذوب فينفصل النحاس عن الذهب مثلا فبذلك يخرج المغشوش من غير المغشوش هذا يسمى الامتحان المؤمن الله سبحانه وتعالى وغير المؤمن الله سبحانه وتعالى يمتحنهم بما اي معنى يمتحنهم يعني بالظاهر المؤمن والمنافق وسائر الناس بالظاهر يتشهدون الشهادتين لكن الله سبحانه وتعالى يريد يميز الخبيث من الطيب يضعهم في مواقع صعبه هذه المواقع الصعبه كالنار التي تفصل الحديد تفصل الذهب من الحديد و من النحاس وغيره هنا المواقف الصعبة تميز الخبيث من الطيب ليميز الله الخبيث من الطيب هذا يسمى الامتحان زين هذا العبد امتحن قلبه بمعنى انه مر بمراحل صعبة خلص هذا القلب للايمان وصارت إلى قابلية لتحمل هذه العلوم. اما انت تقول كما ان الرسول اظهر نقول لك ان الرسول مر بمراحل في مراحل كتم بامر من الله وفي مراحل اظهر والائمه كذلك في مراحل يكتمون بامر من الله وفي مراحل يظهرون كما قضى يعني قضى الله سبحانه وتعالى على رسول الله ان يصبر على اذى قومه، ولا يجاهدهم الا بامره، فكم من اكتتام قد اكتتم به حتى قيل له فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، المراحل الاولى الرسول ما كان يقول شيئا الى ان نزلت هذه الايه فاصدع بما تؤمر فاصدع يعني فجهر. فلذلك الرسول صلى الله عليه واله بعد نزول هذه الايه جهر لان الرساله بامر من الله صارت رساله عالميه. بعد ذلك الامام يقول لماذا الله سبحانه وتعالى في الفتره الاولى لم يامر الرسول بان يصدع لكن بعد ذلك امره بان يصدع يقول وايم الله يعني قسما بالله ايم حسب ما يقول بعض اهل اللغه اصلها ايم جمع يمين يعني يمينا بالله يمينا بعد يمين هذا تاكيد وايم الله ان لو صدع قبل ذلك لكان امنا يعني الرسول لم يكن يظهر بعض علومه ليس لاجل التقية، لان الرسول لم يكن في تقية. الائمة كانوا في تقية، لكن لم يظهر بعض تلك العلوم للناس لاجل انه لم تكن مصلحة في ذلك، لان مصلحة تدريجية الاحكام اقتضت ان الاحكام تنزل بالتدريج. وهكذا في كل مرحله تاسيسيه كل مرحله تاسيسيه عندما تؤسس ديانه او مؤسسه او اي شيء الحكمه تقتضي انه يكون هناك تدريجيه نعم عندما تم التاسيس وخلص الامور تذكر بشكل كامل وايم الله أن لو صدع قبل ذلك لكان آمنا ولكنه إنما نظر في الطاعة لماذا الرسول قبل هذه الآية لم يصدع؟ لم تكن مصلحة في ذلك لذا الله سبحانه وتعالى لم يأمره بالإظهار والرسول كان يطيع الله سبحانه وتعالى لا يخالف أوامر الله قيد شعره ينتظر امر الله سبحانه وتعالى فحينما الله يامر الرسول يبين، مثلا بالنسبة إلى القبلة الرسول صلى الله عليه واله في مكة كان يصلي باتجاه بيت المقدس لكن كان بطريقة يصلي يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يعني هو يصلي إلى الشمال لكن كان يقف في جنوب الكعبة فكانت الكعبة أمامه وبيت المقدس أمامه، ففي مكة ما كانوا يعرفون أن القبلة هي بيت المقدس، لكن حينما هاجر إلى المدينة بيت المقدس يصير شمال المدينة ومكة تصير جنوب المدينة، فلذا تبين أن الرسول يصلي باتجاه بيت المقدس، طبعاً الرسول كان يعلم بأن هذا الحكم سينسخ لكن يمتثل أمر الله، الله أمره بأن يصلي باتجاه بيت المقدس، يصلي باتجاه بيت المقدس. زين هذا سبب طعن اليهود على المسلمين وشق على رسول الله صلى الله عليه واله وعلى المسلمين طعن اليهود. فالرسول صلى الله عليه واله هو يعلم بأن الحكم سينسخ لكن كان ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى، قد نرى تقلب وجهك في السماء، لماذا الرسول كان يقلب وجهه في السماء؟ انتظارا للوحي، لأن رسول الله صلى الله عليه واله يطيع الله فينتظر، هو يعلم بأن هذا الحكم سيتغير، لكن هو لا يغيره من قبل نفسه، وإنما يغيره بأمر من الله سبحانه وتعالى. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فحينما نزلت هذه الآية كان رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة الظهر فحول وجهه من بيت المقدس إلى الكعبة وحسب ما ذكر بعض المفسرين كان ذلك في مسجد القبلتين من المساجد اللي اطراف المدينه وهو الان يقع في داخل المدينه بحسب توسعه المدينه وبعض المفسرين يقولون ان المسلمين كانوا يصلون في مسجد القبلتين فبلغهم ان القبله تغيرت فغيروا وجههم شطر المسجد الحرام، على كل حال فالرسول صلى الله عليه واله هذه العلوم التي كان يعلمها ما كان يبينها للناس انتظارا لامر الله سبحانه وتعالى. فهو كان يطيع الله. هذا احتمال في هذا الكلام. الاحتمال الاخر في قوله في قول الامام الباقر ولكنه انما نظر في الطاعه هذا بيان لعله تدريجيه الاحكام. لماذا الاحكام نزلت بالتدريج خلال 23 سنة، لأجل أن الناس إذا فجأة واحد مشرك الآن أسلم، فجأة تقول له أنه أنت تصلي، تصوم، تحج، كذا وكذا 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 وكذا، يشق عليه ذلك، وخاصة في فترة التأسيس كما ذكرنا. فدفعية الأحكام كان يسبب عدم طاعة الناس لأنهم ما متعودين عليها فالله سبحانه وتعالى رأفة بالمسلمين ورحمة بهم أنزل الأحكام تدريجية وكذلك رحمة ورأفة بالرسول صلى الله عليه واله لأنه إذا يبلغ خلال 23 سنة يبين الأحكام هواية اسهل مما انه يريد في يوم واحد يبين كل الاحكام، حتى الناس يتعلمون تلك الاحكام. اذا بالتدريج تعلموها احسن. الان في الزمان الحاضر، الذين يسلمون، الكفار الذين يسلمون، في بداية اسلامهم يقعون في مشقة شديدة. ليش؟ لانه لازم يلتزم بجميع الاحكام الشرعية. من الواجبات، من المحرمات. فلازم يغير عاداته في كثير من الامور، فيشق عليه ذلك شديدا. الان يشق عليهم ما في مشكله لكن في مرحله التاسيس لعل ذلك كان قد يسبب ارتداد الناس او عدم دخولهم في الاسلام فما كان الاسلام تقوم له قائمه فلذا المصلحه لكي يطيع الناس الله سبحانه وتعالى امر رسوله بان لا يظهر جميع علومه دفعه واحده وانما يظهرها بالتدريج فاذا أنت تقول أن الرسول لم يكتم علمه فلماذا لا إما كتموا هذا السؤال بهذه الكيفية لا يصح وإنما الصحيح أن رسول الله بيّن الأحكام بالتدريج مع أنه كان يعلمها من الأول في الأول كان يعلم جميع الأحكام ولكن كان مأمورا بأن لا يذكرها كلها وينتظر وحي الله سبحانه وتعالى اما الائمه عليهم الصلاه والسلام فكذلك في فتره التقيه وفتره سلاطين الجور كتموا بعض الامور عن عامه الناس وبينوها للخاصه بالنسبه للاحكام الشرعيه وبعض العلوم التي لا ترتبط بالاحكام الشرعيه كتموها عن جميع الناس لان القلوب لم تكن مهيئه الى زمان الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حيث ترتفع الموانع وتكمل العقول فلذا الإمام عليه الصلاة والسلام لا يتقي أحدا ويبين من العلوم ما تتحمله عقول الناس في ذلك الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرجه وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه. ولهذا الحديث تتم نتركها إلى حلقة قادمة. هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. Oh. Mm -hmm. you